مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. أربع وعشرون قذيفة أقضت ليلة حي سكني في تعز. 24 قذيفة دفع ثمنها اليمنيون مرتين، مرة حين اشتراها الجيش من مال الشعب، ومرة أخرى حين أطلقت إلى الأحياء التي يسكنها الشعب. أموال الناس تتحول إلى قذائف تدمر بيوتهم وشظايا تقطع أوصالهم. 24 قذيفة في ليلة واحدة في حي واحد، فكم هي القذائف التي أوجعت هذه المدينة الطيبة؟ كم أرسلت ميليشيا الحوثي والمخلوع من الصواريخ والقذائف والرصاص لهذه المدينة التي ألفت إرسال الأطباء والمهندسين والمعلمين والتجار والموظفين إلى كل البلاد؟ كم أسالت فيها من الدماء والدموع؟ كم قطعت فيها من الأطراف والقلوب؟ كثيرة ولا شك. مشاهدينا الكرام، نشاهد قصة الطفل هلال أدهم ثم نعود. قذائف هوزرات هوزرات ومن هذا الهون، وفي هنا فوق يعني كان يتساقط علينا من هذا الكاتوشة، صحيح والله. وفي هنا فوق برضو يتساقطت كاتوشة يعني بالشارع، هنا بطرف الشارع كذا انتقام، ولا ما اقش اقول لك ان في مقاومه بينه ولا في مواقع ولا حاجه. ولا في شيء مدنيين مساكين ضايحة، حتى ربك سلم هذم، حتى هذم ما عبهم شيء وهم قاموا على شوف البيت حقهم. شوف هذه البيت هذه قرنا لانه ربك سترهم ولا قريبهم شيء. ها وبعدين عشوائي كذا، بس ضرب عشوائي، ما فيش مواقع مثلا اقول لك في مقاومه يضربوا من هنا، ما فيش والله. هنا يعني راحوا نفرين، هو الزوج مرته واللي جنبه جاره، راح هو ضربوا علينا يعني 24 قذيفه، 24 جاي الى البيت حقنا، ضربت بالسقف بالجدار هذا ونزلت الى الغرفه اللي تحت، واحنا راقدين ثمانيه. يعني ضرب الرجل حق الولد هذا والرجل الثاني، أمي قعبة صبايا وأخي من يعني هذا اللي يعني تعوروا بسيط، لكن إحنا سلامة ربي. لما نزل كان في دبان مي، نزل المي قمنا نحس نلف الولد هذا فوقي، أمي قال الله ابني رجله بتغطى خلاص. أول قذيفة وقعت جنب البقات الجزيرة، طبعا كنت راقد انا واطفالي هنا، افتقعت قلت شنزول تحت تخبي. ما بين النص ساعة قذيفة، ما بين النص والنص ساعة قذيفة، يعني عدينا 17 قذيفة. لا 21، عدينا 23. هذا أول شيء، عدينا 17 قذيفة، أنا ما أعرف شرقت. وابني طبعا كان معانا ويمشي ويقول لنا هنا وهنا، رقدت تاني فجأة أصحي اللي على أصوات عمي يقول شهدوا كبروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنا قمت طبعا البارد كظم إحنا والتراب وهذا، قمت قيمت بناتي ثنتين وابني الثالث، وقيت شاقيم الولد هذا الكبير، قيمته وراقد قديم رجله مقطوعة وأنا ما ليش عارف وراقد، قيمته وقل لي يا ماما رجلي، قلت ادعي سنة مع الدوشة حقنا، أقول له أسحب رجله كذا إذا عمش أرفعه، رفعته كذا وهي حسه سقط من يدي قد كذا معلق. احنا نايمين ومن الليل يعني العيال حقي وعجز عيالي بعض منهن وزوجتي وبنا عيالي هربوا بيت اخي فوق، يعني الحاره اللي فوق، وقال كانوا العيال هذا ماشيين، امهم قال لهم لا 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 ما شمشوش. انا صرخ طبعا بكل خلاص حسي راح، كنت اصرخهم كانوا يمسكوني وانا ما قدرتش، مسكوني عمو الكبير شالوه اخذوا مني على طول ربط له شلوا إسعاف ساعة 3 بالفجر. بعدين الجسد لمنا الباقين الجرحى وهذا، وقابوا لنا سيارات وسعفناهم، أخذت باقي أولادي لا فوق لا عند الجيران، صليت فجر ولحقتهم رجلا للروضة.
شردنا كل احنا كل الحين عيالي نصهم بالبارح نصهم بعدن نصهم بالحوبان وما بقت الا انا نزلت دحين انا المراحق اللي ما بين سوق ها من البيت ما فيش الحين مكان. ايش السبب الناس نزحوا؟ نزحوا من ضرب العشوائي هذا من ضربوا علينا تقولوا احنا ولا بفلسطين هذيك الليلة يعني اليهود ما يضربوش كذا. لا والعيد الأول عيد عرفة، العيد عرفة وإحنا مشردين العيد بثلال يوم اليوم يعني إحنا هذا كنا مرتاحين فرحين في بيوتنا وقع عيد رمضان وإحنا مرتاحين والكهرباء لصات قلنا خلاص عندنا أمان عندنا استقرار. ضربوا إحنا يعني قدم العيد بشهرين قدم عيد عرفة بشهر يعني ونص خلاص شردنا خرجنا من بوتنا يعني اختلف على ما كان بشكل عام. نحن دو لما يسمع يدرسوا بحق المدرسة هناك يعني يقول إيش اللي يقع بي إيش اللي بهدلنا أشوفه كذا. قل يا ماما أنت خبيتي حق الصندل مين العيد الأول؟ قلت له مني خبيه العيد الثاني ما فيش فلوس. قال العيد قال شوفوا يا ماما خباتي صندلي ذو قال عيد وانا رجلي مبقوط مع البستوش امس يا ماما يلعبون مبدلين وانا جالس قريه كان عيد عرفة الاول دروس صف اول نجح بعدنا هذه السنه ما اقدرش ادرسها بسبب وضعه واحنا نازحين احنا بالبرح حلي هنا اسبوع بس. مقبل على عيد بلا رجل وبلا يعني بلا كسوة وبلا كل شيء يعني لآخر شيء صفر مشردين يعني. أمه والله دحين تقول ما حصلش كسوة حق عيالي يعني. وأبوه كان عايشتغل كذا مع البلدية يعني مع هذا الآن ما عافش لا معاش ولا معاش ولا حاجة. وأنا كنت دحين مشرد بعدن يعني نازح كل إحنا يعني لا يعني مثل الحمد لله بس نشتي العافية والأمان كل شيء بيصلح. بس صيح له يقول يا ماما ذا يقول لي أنا وأقول له عادي ابني لا تخاف ولا شيء بني فعل لك رجل بتمشي وبتلعب كورة وبتفعل كل شيء وقصة طمنه. أبوه طبعا معاق رجله كذا يقول له شوف يا ابني أنا رجلي أنا ذا إحنا ذي ركبته كذا تعور كذا برصاص وهذا وحتى وقع له شوية شوف يا ابني رجلي ان احنا بنصلح لك رجل احسن رجل. يقول ها انا داري ايش تعملوا لي رجل مثل ما لك حق الصنم اللي يلبسوهم ثياب انا اشيل رجل احرك باصابعي. وهذه يتاسف لما يبصروا ما يعايروا العرق يعني عرق اليوم الاطفال الكل ما يدعوا له حتى ويسمع يدعوا له العرق. لما يمشي لونك يعني يمشي خطوه زعاق يقول والله ما يقدرش نرجع نتحمله ولا لما تجي له رجله تميته تصره يعني عندهم متألم يعني يجي له مثل العصبيين تضربه من هنا لهنا يكون يتوقش الرجل حقه تقول طائر دقاق متألم مره. ايش اقول؟ حسبي الله نعم الوكيل الله انتقم من كان السبب. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل لضعفاء زادتهم الحرب ضعفا ومدنيين فقدوا أمانهم. هاجمت ميليشيا الحوثي والمخلوع مساكنهم حولتها إلى خرائب وقفار وشردتهم في البلاد بلا ذنب سوى انتماء بلادهم لروح الجمهورية وارتباطها بتاريخها. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي محمد الأحمد يكونوا معنا. شردنا لا معانا ماء لا كهرباء لا أمان أطفالنا يبكوا داخل البيوت.
زي ما تشوفون توابل على البترول على الديزل، كهرباء مفتوح، الناس بدون مياه بدون أي حاجة. لنمعن النظر قليلا. لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك يا أستاذ، أهلا وسهلا. شاهدنا قبل قليل قصة طفل من تعز، قصف الإنقلابيون منزل أسرته في المدينة، فقد على إثر هذا القصف قدمه وبالتأكيد منزل الأسرة وهذا الوضع المأساوي. كيف يمكن توصيف هذه الجريمة وفقا للقانون؟ تحية لكل المشاهدين الأعزاء. أخي العزيز، هذه واحدة من الجرائم التي تضاف إلى سجل جرائم تحالف ميليشيات الإنقلاب في اليمن. أظن أن الطفل أيضا فقد عدد من أفراد أسرته في هذه الجريمة البشعة، وهذه إلى كونها جريمة إعدام خارج القانون بحسب القانون، يعني هي مأساة واحدة من مآسي يعيشها المجتمع اليمني في ظل سلطة ميليشيات تحالف الإنقلاب في اليمن. نعم. والحرب التي تشنها على المجتمع خصوصا في محافظة تعز، إلى جانب الحصار أيضا وممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد المجتمع. إذن هذه الجريمة واحدة من جرائم القتل خارج القانون التي يجب أن تدان بها ميليشيات تحالف الإنقلاب في اليمن، وهي مكتملة الأركان كجريمة، لأنه هناك سبق إصرار على قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، واستخدام وسائل قتل أيضا أو وسائل حرب، يعني ليس القصد منها إلحاق الأذى بشخص بعينه، ولكنها تطال أيضا المجتمع وأشخاص آخرين، أو تحقيق أهداف عسكرية. يعني لا يوجد هناك أهداف عسكرية مرجوة، على اعتبار أن المسألة حرب، يعني لا يوجد هناك أهداف عسكرية مرجوة من قصف الأحياء الشعبية والسكنية في مدن مأهولة بالسكان. بالضبط، هو كذلك الحال في توصيف هذه الجريمة، أنه يعني في الغالب عمليات القصف معذرة العشوائي الذي تطال الأحياء السكنية باستمرار منذ الانقلاب الذي نفذته هذه الميليشيات على المجتمع اليمني وعلى الدولة والسلطة الشرعية وعلى الشركاء السياسيين، يعني درجة باستمرار على استخدام عمليات القصف العشوائي في محاولة لإخضاع المجتمع بالقوة إلى سياسة الأمر الواقع وإلى سلطتها، وإلى يعني محاولة تركيع المجتمع بالقوة وبقوة السلاح وبالعنف، وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا أيضا لإثارة الرعب في المجتمع، يعني الذي يفترض بحسب هذه الميليشيات أن يستسلم لسلطتها القمعية، وألا تكون هناك أي مؤشرات أو بوادر لمناهضة. نعم. هذه السلطة أيا كان، سواء وأن يبني على هذه الجبرية نظام حكم، وتستمر الأوضاع يعني بحكم الناس بالغصب والقهر والجبروت. نعم. يعني محاولة تطبيع الأمر الواقع على هذا النحو من خلال إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا والمآسي والجرائم.
الآن إذا أراد يعني لا أدري ماذا أقول، ضيف أم ضحية حلقتنا لهذه الليلة، الطفل أدهم أو هلال أدهم، إذا ما أراد مستقبلا أو أتيحت له الظروف لمحاكمة من ألحقوا به هذا الضرر أو هذه الأضرار، مجموعة من الأضرار كما تفضلتم، إلى من ستتوجه دعوته؟ على من ستتوجه وتقام دعوة الطفل هلال أدهم؟ في الحقيقة أستاذ عبد الله، يعني اليمنيون الآن في نضال دائم ومستمر، ويحققون انتصارات على صعيد استعادة الدولة، أولا الدولة اليمنية المختطفة بأيدي هذه الميليشيات، ومن ثم إعادة تفعيل نظام العدالة في اليمن حتى يمكن لضحايا الجرائم، جرائم الانتهاكات التي مارستها ميليشيات تحالف الانقلاب، يمكن للضحايا حينئذ أن يتقدموا إلى نظام العدالة الذي سيعاد تفعيله بطلب انتصاف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم والمآسي. نعود ونكرر أن هذه جرائم لا تسقط. الخطوة الأولى، اسمح لي أستاذ عبد الله، هي أولا استكمال يعني مشوار النضال من أجل استعادة الدولة، ثم يأتي بعد ذلك يعني المرحلة الثانية محاسبة المتورطين وإتاحة الفرصة أمام أهالي الضحايا أو الضحايا للعمل على حق الانتصاف أمام نظام العدالة، هيئات قضائية ونيابات وغير ذلك، بالإضافة أيضا إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتقصي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تعتبر معنية بحق الانتصاف في هذا السياق. سيكون بالمناسبة كل قيادات هذه الميليشيات القمعية الإجرامية تحت طائلة المسؤولية الجنائية، حتى بما في ذلك الشخصيات السياسية التي تقود هذه الميليشيات، لأنها بالطبع متورطة في جرائم هذه الميليشيات، مهما حاولت الظهور بمظهر الدور لعب دور سياسي، لكنها في الأخير تمثل وجه آخر لهذه الميليشيات، وكلهم مقاتلون، كلهم مقاتلون وحملوا الأسلحة في فترة ما، والأمور موثقة يعني بموجب القرار، قرارات مجلس الأمن ولجنة العقوبات. نتذكر بأن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي والمخلوع صالح أيضا ويعني آخرين من هذه الميليشيات هم على قائمة على لائحة العقوبات، عقوبات مجلس الأمن، وبالتالي هم الآن مدانون يعني ابتداء. مسألة بعد ذلك ملاحقتهم جنائيا أمام المحاكم اليمنية أو القضاء الدولي سيكون أكثر سهولة. ماذا عن مسؤولية علاج مثل هذه الحالة وسواها وهم كثر؟ على أي سلطة يمكن أن يعني تلقى اللائمة في إهمالهم؟ سلطة الأمر الواقع أم سلطة الانقلابيين يعني الذين تسببوا بهذه المآسي، أم المؤسسات المتبقية في العاملة في اليمن من المؤسسات الإغاثية أم السلطة الشرعية؟ من بالضبط يمكن أن يتحمل مسؤولية علاج هؤلاء؟ في الحقيقة أستاذ عبد الله، من المؤسف أن نتحدث في كل مرة عن مآسي أو عن إشكاليات. هذه الإشكالية تحديدا لا زالت قائمة وسنظل نتحدث عنها ونكررها إلى أن بالفعل يعني يفترض أن يكون مسائل مفروغ منها. يعني بالفعل أتفق معك أنه تشكرون على إعادة التذكير بهذه المآسي، وخصوصا ملف الجرحى. يعني كل هؤلاء الأطراف الذين ذكرت هم ملزمون بحسب القانون الدولي الإنساني أو مسؤولون مسؤولية مباشرة عن يعني حماية الأعيان المدنية خلال النزاعات، وبالتالي الجرحى يعتبر في حكم المدنيون، في حكم المدنيين أصلا، لأنه لم يعد مقاتلا، يعني فقد القدرة على القتال أو التأثير العسكري، وبالتالي يفترض حماية هؤلاء بحسب القانون الدولي الإنساني، وكل الأطراف يجب عليها أن تعمل على إنقاذ حياتهم وعلى علاجهم. الحكومة الشرعية طبعا مسؤولة بدرجة أساسية، والتحالف العربي على حياة هؤلاء وعلى إنقاذهم وإسعافهم،
ولكن أيضا نتذكر أن ميليشيات تحالف الانقلاب منذ سيطرتها على زمام الأمور في البلاد عملت على احتكار كل يعني أدوات السلطة في البلاد، بما في ذلك حتى المستشفيات والجوانب الصحية، نعم، البنى التحتية، نعم، للقطاع الصحي، بل حولت بعض المستشفيات إلى ثكنات عسكرية. صحيح. بالمقابل أيضا لم تسمح للطرف الآخر من أطراف النزاع وهو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن يعني في مناطق سيطرتها عمدت هذه الميليشيات على استهداف أيضا البنى التحتية للقطاع الصحي. يعني في تعز نتحدث عن حوالي أكثر من 90% من هذه البنى التحتية دمرتها ميليشيات الانقلابيين بالقصف العشوائي والاستهداف المباشر، فهي إذا لم تسمح حتى للطرف الآخر أن يتولى مسؤولية إدارة هذه المؤسسات الطبية لإنقاذ الجرحى، سواء المدنيين أو حتى الجرحى الذين الجميع يتذكر حتى الأكسجين منعوه، حتى أنابيب الأكسجين يعني منعت، ليس فقط يعني صحيح. ما الذي يمكن أن نقوله للمنظمات الدولية؟ دعنا نذهب إلى هذا المستوى، يعني باعتبار أنها يمكن أن تقوم بشيء، وهي ذات وهي تتبع ذات الجهات التي تفرض وتضغط باتجاه حلول سياسية تضيع بقية الحقوق. كيف يمكن أن نخاطب هؤلاء؟ منظمات الإغاثة بشكل عام التابعة للمؤسسة الأممية وما في مستواها. يعني في الحقيقة أخي العزيز والمشاهدون، كلنا نعرف أن هناك إشكالية كبيرة في الأداء السياسي لأدوات القانون الدولي المعنية بإحلال السلام والأمن في العالم. يعني تحديداً عندما نتحدث عن أداء المبعوث الأممي إلى اليمن أو عن الفاعلين الدوليين في مجلس الأمن، وخصوصا 5 دول دائمة العضوية، هناك إشكالية كبيرة في أدائها السياسي تجاه القضايا، قضايا الصراع في المنطقة العربية، لجهة يعني الاهتمام والتركيز على القضايا الحقوقية للشعوب التي تعاني ويلات الحروب في هذه المنطقة، يعني بناء على حسابات سياسية معينة أو يعني تفرضها يعني مصالح هذه الدول. نعم. وبالتالي هذه الحسابات ألقت بظلالها أيضا على الملفات، على الجهد الإغاثي، وهو جهد إنساني يعني دائما ما يتغنون به ويحاولون يعني إبرازه في أدبياتهم وإعلاء شأن مسألة يعني المسألة الإنسانية بشكل محدد، لكن ما نراه على أرض الواقع لا أدري كيف يمكن توصيفه. يعني فعلا شيء مؤسف، هناك خذلان كبير للضحايا المدنيين طرف المنظمات الدولية التي يفترض أن تذهب إلى الضغط على الانقلابيين لإنهاء الانقلاب، وبالتالي الذي هذا الانقلاب هو أصلا أساس المعاناة والمشكلة يعني اليمنية وأساس المآسي هذه المستمرة، وبالتالي يفترض أن تضغط المنظمات الحقوقية في اتجاه يعني إزاحة كابوس الانقلاب عن كاهل اليمنيين، وفي نفس الوقت المنظمات الإنسانية يعني نلاحظ أن هناك قصور كبير في أداء منظمات الإغاثة الإنسانية، خصوصا في بعض المناطق الواقعة تحت سلطة المقاومة والجيش الشعبي، وهي غالبية المناطق الآن في البلاد. يعني نعم، يعني هناك قصور واضح في أداء هذه المنظمات لا يتناسب حجم الآثار والكوارث التي خلفها العدوان الحوثي والحصار الهمجي على هذه المدن، خصوصا تعز يعني نتحدث على وجه التحديد، كان هناك عمليات إغاثية بسيطة دخلت إلى المدينة بعد إنهاء الحصار جزئيا من بعض الجهات في المدينة، ولكن مع ذلك هذه الجهود لا تفي بالغرض. يعني نتحدث أيضا عن جرحى ظلوا في عدن لعدة أسابيع. صحيح. ولا يزالون يعني ولا يزالون ولا يزالون نعم، يعني قبل يومين أو بالبارحة تم ترحيل مجموعة من الجرحى إلى السودان، ولكن
يعني لا يزال هناك أيضا مئات الجرحى يعني تتفاقم. هناك يعني تعامل بالتقصيد، تعامل مذل، يعني الملاحظ التعامل مع المسألة الإنسانية في تعز، وهذا يطرح الكثير من علامات الاستفهام على إنسانية هؤلاء وعلى ما يرددون من قيم ومبادئ. لو انتقلنا أستاذ محمد إلى موضوع عن واجب هذا المجتمع في إطار تقديم الرعاية العاجلة والدعم النفسي، المجتمع اليمني هل لا يزال قادر على فعل شيء كمجتمع وكشعب؟ حقيقة المجتمع اليمني مجتمع رائع، ويعني لديه قيم راسخة في التعامل مع المسألة الإنسانية والقضايا الإنسانية، رغم أن هذه الحروب طحنت هذا المجتمع بشكل مخيف، ويعني ربما أيضا حتى ظروف الحرب أوجدت لدى بعض يعني الأشخاص نوعا من القسوة تجاه المجتمع، ولكن في نفس الوقت الخير موجود في المجتمع اليمني وبشكل كبير، ولا يعني لا يمكن وصفه. هذا المجتمع الذي ناضل طويلا ضد فساد النظام السابق واحتكاره للسلطة والثروة وإفقار الشعب، يعني اليوم أيضا يواجه همجية هذا النظام بالتحالف مع ميليشيا الإمامة المتخلفة الحاقدة على المجتمع اليمني، وبصبر وثبات ويقدم التضحيات من أجل حريته وحقوقه، ويعني لم يفقد إنسانيته على الإطلاق المجتمع اليمني. وهذا ما نأمل وهذا ما نعول عليه أولا وأخيرا، يؤمل عليه كثيرا تقديم الجهد اللازم للدعم النفسي والمادي حتى أيضا لضحايا هذه الحروب. الناشط الحقوقي محمد الأحمدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت حلقتنا لهذا الأسبوع من لست وحدك. نذكركم بأن وسائل اتصالنا كالعادة مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. هلال أدهم، تم الرصد، في أمان الله.